اوكي، از انت قلتي هي اذر، از هي هابي از هي. خدي بالك الصفة ما اه بيجيش بالراحة بس عليا كده بالراحة. از هي هابي، ما فيش اهابي. الصفة ما بيجيش قبلها ايه؟ الصفة بوصف ان هو سعيد، دي صفة سعيد، ما بيجيش قبلها ايه؟ از هي هابي، هل هو سعيد؟ الإجابة لا، زي ما انت شايفة في الصورة لا. ها يا سكر قولي يلا. لأ إيه لا يعني أنا كلام بصي، هل هو سعيد؟ الصورة هو حزين، هتقومي قايلة لأ. نو نو اه نو هتقولي بقى المقص زي ما انا معلماكي. No, he is fat. نو هي از، مش قلت لك نو بيجي معاها النفي؟ No, he نو is هي، نو هي ايه؟ fat. ازنت. نو هي از، مش انا قلت لك النفي يا لينا؟ النفي بيجي مع نو، النفي بيجي مع نو، يبقى ازنت. ازنت ان ابوستروفيتي بتاعت النفي. نو هي ازنت، نو هي ازنت. خلاص ماشي، تعالي ما نحط علامة الاستفهام وفي الآخر فول ستوب. وثواني كده اظبطها لك. سؤال، يبقى لازم في الآخر ايه؟ علامة استفهام. طيب جملة آخرها فول ستوب نقطة، وبعد نو بنحط كاما. Is he happy? No he isn't. No he isn't. وممكن انت تصححي الجملة وتقولي بقى هو حزين، مش احنا قلنا لا هو ليس كذلك؟ عايزة بقى اصحح الجملة واقول هو حزين. هنكمل بقية الجملة. يلا اوكي يلا. هي هو يعني قول ها يعني اكتب عايزة يعني جملة اكتب بتقول هو حزين، جملة بتقول هو حزين، جملة عادية خالص بتقول هو حزين. اوكي هي هيم هيم هي بتاخد ايه؟ هي بتاخد إز يعني شطرة. هي إز هي از حزين هي بقى. إز إز هي از حزين يعني هي ايه؟ سعد أسعد ساد. هي از ساد. صدق اه صدق هي از ساد، هو حزين بس خلاص. ايه اللي انا عملته ده؟ سؤال اهو، بيقول ايه السؤال؟ هل هو سعيد؟ از هي هابي؟ هل هو سعيد؟ الاجابه لا، يبقى نو هي ازنت. وحطيت فول ستوب نقطه في اخر الجمله، نو هي ازنت، وحطيت فول ستوب، وبدات جمله جديده وقلت بقى هو حزين، هي از ساد. يبقى مع نو، يعني خدي بالك مع نو دايما عادي ممكن تصححي الجمله، يعني الاجابه اللي فيها نو يا لينا تقدري تصححي الجمله بتاعتها، لكن الاجابه اللي فيها يس ما بتصححهاش، اللي فيها نو بس هي اللي تقدري تصححيها. يعني مثلا هنا في السؤال اللي فوق ده، از ات كات، هل دي قطه؟ الاجابه يس ات از كات، نعم قطه. ينفع اقول حاجه تانية؟ ينفع اكمل واقول لا مش قطه؟ لا، يبقى الاجابه اللي فيها يس بتكتبيها زي ما هي وما فيش تصحيح ممكن للجمله. بس ثانية ماشي اتفضل. ممكن بس ثانية بسرعة فعايزه اسال سؤال واقول هل هي طويله او هل هو طويل؟ هل هو او هي طويل؟ يلا هنا المبنى ده غير عاقل، المبنى ده غير عاقل. اقول ايه بقى؟ سؤالي هيبقى ازاي؟ ها المبنى ده مفرد غير عاقل، يبقى انا هستخدم ضمير ايه؟ لازم تحددي الضمير الاول عشان تشوفي انت هتبداي بام ولا از ولا ار. حددي الضمير اللي عندي، المبنى غير ايه عاقل. ها المبنى الغير عاقل ده بستخدم معاه ايه؟
يعني أكت إن تول again again إز is إت شطرة إز is تول is it tall is it tall يعني هل هي طويلة اللي قدامك ده طويلة الإجابة إيه؟ إيه yes أول بالسؤال، أنا لسه بالسؤال. اوكي يلا قولي اللي قولي ماشي خليكي في السؤال حط في الآخر إيه؟ إيه علامة استفهام هوب إز إت توست اه الإجابة عايزة أقول نعم ممكن تقولي نعم يس yes يس يس is it tall yes اعملي بقى it's المقص يا tall دليلة yes بصي السؤال اهو yes بنعمل مقص ما بين الجزئية الأولى دي yes yes مقص اعملي المقص من هنا من السؤال يس ايه Yes. يس ايه Yes. ايوه So, يس ات this is يا so. حبيبتي فين المقص اللي انت عملتيه مش انا قلت لك دي الكلمه الاولى ودي الكلمه الثانيه الثانيه هتنزليها الاول وبعدين الاولى تنزليها وراها شايفه المقص كده بنعمل مقص كده بننزل دي الاول يبقى يس ايه يس ايه ات يس ات Yes, it is ايوه يس ات از يس ات از بصي يا لينا في الاجابه لازم اعمل مقص لما تيجي تجاوبي الاجابه بتاعتك دي تقومي بص على السؤال فين السؤال اهو تقومي عامله مقص ما بين ات وما بين از